لكن لحد الآن لم يجد ضالته. محمد مرزوقي حضر هذا اللقاء ووافانا بالتقرير التالي. تحكيم في المستوى من لدن الحكم كوسا ومساعديه. مقابلة سجلت خلالها 4 أهداف كاملة، 3 لجمعية وهران بقمصان صفراء وخضراء على الشاشة، و1 للقبة. انتصار مستحق في نهاية المطاف لجمعية وهران، ولاعب يتألق بصفة خاصة هو رقم 9 قلب هجوم جمعية وهران محروز نور الدين الذي سجل 3 أهداف في هذا اللقاء. بعد محاولات أولى من رفاق مجني صوب مرمى الحاج يوسف على الصورة حارس صلب القبة، يأتي الهدف الأول بعد تنفيذ تماس من طرف المدافع الأيمن للجمعية حمليلي وتمرير الكرة إلى مرزود، فالهدف عن طريق محروز. نشاهد الإعادة بعد لحظات، وقد كان ذلك في الدقيقة 9 من المقابلة أي في الشوط الأول. طبعا مخادعة الدفاع والحارس حاج يوسف والإعلان عن أول هدف في المقابلة لصالح جمعية وهران. يتواصل اللاعب بمجهودات مبذولة من طرف لاعبي القبة بقيادة قاسي سعيد وشعيب، لكن جمعية وهران تواصل زحفها نحو الشبكة، شبكة الحارس حاج يوسف، في حين كان عناصر فريق القبة يحاولون كما نرى عن طريق قلب الهجوم ضالي يحيى وحمد بالخصوص في الجناح الأيسر مفاجأة الحارس بن ميلود. الهدف الثاني الآن أخذ ورد أمام شبكة الحارس حارس القبة، والهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب نور الدين محروز على الصورة. تنفيذ ركنية لصالح فريق جمعية وهران، الدفاع متجمع وعدد كبير من اللاعبين في منطقة 6 أمتار لحارس فريق القبة، ثم الهدف الثاني. كان ذلك في الدقيقة 37، ثم يأتي هدف القبة كما نرى الآن بعد تنفيذ ركنية على يمين الحارس بن ميلود مغيشي رقم 12 لاعب الاحتياطي اللي دخل خلال الشوط الأول وفي الربع ساعة الأخير، يجد الثغرة بعد محاولة أولى من بركان وتدخل الحارس بن ميلود. النتيجة تصبح هدفين مقابل هدف واحد، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. مخالفة من ترفيد شعيب، الكرة تمر بعيدة عن مرمى بن ميلود، ورد فعل مباشر عن طريق حملة معاكسة كما نرى ما بين بنديدا بن عربة مجني ومرزود اللي وجه الآن تمريرة من الجهة اليسرى صوب رأس اللاعب محروز قلب الهجوم ليضيف الهدف الثالث لصالح فريقه. هذه هي الإعادة، لقطة جماعية من جمعية وهران، وذلك في الدقيقة 43 من الشوط الثاني، وضربة رأسية محكمة هدف جميل خادعت الحارس حاج يوسف في الجهة اليمنى من مرماه، ومحروز نفس اللاعب يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه 3-1 للجمعية.